في مستهل الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 16 الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس الوطني الاتحادي بقاعة زايد، أدان المجلس الوطني الاتحادي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة الماضي. وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها إن المجلس الوطني الاتحادي يعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة النكراء التي لا تمت لأي دين بصلة وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. تلا ذلك التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 5 يناير الجاري 2016 ليتم بعدها تلاوة جدول أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 16 من قبل سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، والبدء بالسؤال الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من سعادة العضو مروان أحمد بن غليطة حول متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب. احنا في الحقيقة هذا القانون يلزم الدار اللي بتكون بترعى وتحتضن هؤلاء الأطفال مجهولي النسب باستخراج الأوراق الرسمية، والأوراق الرسمية نقصد هنا بها اختيار اسم للطفل، استخراج شهادة ميلاد للطفل، استخراج الأوراق الأخرى من المؤسسات الأخرى، ثم تقديمها ورفعها إلى لجنة مختصة في وزارة الداخلية لدراسة هذه الأوراق. في الحقيقة أنا يعني ممتنة للأخ مروان على حرصه الشديد على يعني طرح القضايا الاجتماعية، وبالذات لهذه الفئة التي تحتاج في الحقيقة أن نسعى لإدماجها واندماجها في المجتمع. لذلك يعني أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه القانون الاتحادي في شأن مجهولي النسب اللي ينظم هذه العملية وينظم عملية الاحتضان والكفالة العائلية. احنا ما نسميه التبني لكن الاحتضان والكفالة العائلية لهؤلاء الأطفال. وبرئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لوضع المقترحات المناسبة لذلك، كما وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الرابعة موضوع سياسة وزارة الصحة ضمن محاور دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية ودورها في توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجيتها في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة. أيمن مصبح، قناة الظفرة.